الحاجة الوحشة اللي أنا عايز أتكلم فيها إن إحنا لسه سنة أولى احتراف. يعني إحنا ما كناش نعرف الاحتراف دوت، إحنا كنا بنبعت ميدو يلعب مثلا 6 7 سنين ما نعرفش عنه حاجة ويرجع، عمرو زكي سنة ويرجع، كل الناس تروح وترجع. إنما صلاح سنة أولى احتراف في إيه؟ إن هو بقى نجم عالمي، ما بقاش نجم محترف مصري، بقى نجم عالمي، فما يكون ليه شوية طلبات. مش عايز الناس تزعل إن إحنا مش موافقين. يعني اتحاد الكوره يقول لك لا لا دي طلبات اتحاد الكوره ما يعرفش طلبات النجوم ايه، النجوم اللي هم اللي بقوا معلمين مش النجوم المحترفين. وبعدين طلبات على فكره، يعني لو حضرتك تقصد الطلبات اللي كانت في كاس العالم وما بعد كاس العالم، الوكيل بتاعه اللي قالها منطقيه وكل مؤسسات. ما بلومش اتحاد الكوره ابدا. ليه؟ احنا سنه اولى احتراف. انا بلومه بقى. لا اقول لك معاك، هختلف معاك، وده مش كوره، ده لصيق الصله اكتر بالتفكير بتاع المستقبل 2019، وان احنا ازاي نفكر بطريقه صح في الكورة، في السياسة، في الصحة، في التعليم. أنا بيبقى عندي اتحاد الكورة مع كل الاحترام لأشخاصه المحترمة كتير من المؤسسات والهيئات في مصر، وعلينا أن احنا لما يغلطوا نقول لهم خدوا بالكم مش هداديكم. يعني ايه أقول له لو سمحت؟ أنت مفروض اتحاد كورة محترف عارف بصفة تهديد. لا مش تهديد، تهديد. قال له صلاح مش جاي. لا يا أستاذ، لو ما تعملش كده صلاح مش جاي. الرسالة كانت تهديد، لأن هو بيتكلم كانت تهديد، كانت شوية هو فيها تهديد لاتحاد الكورة بالمنطق بتاع اللعيبة الوكلاء. لا مش قانون، طيب طلب يا كابتن. هو بيتكلم بالطريقة اللي بيتكلم بيها الوكلاء الطبيعيين في الدنيا كلها. عشان دولت عندهم القواعد بالظبط، احنا ما عندناش الخبرة. طيب يبقى المشكلة إن احنا نحاول نصلح. ما خدنا الخبرة خلاص بقى،